ذكرت إن هي البارحة بأنه أكو أحد قايلها أنت روحي تسوي اللي وجيبي لنا فلوس وهي ما قابلة، وأكو أحد لامو من أهلها أي، وأكو أحد معتدي عليها وهي مهزومة ما قابلة ورجليها بيها ضرب، تقول أنا زحفت وانهزمت. يعني البارحة بالليل أشرت لي بالقاع شلون هي كانت تزحف. طيب. موجودة موفري لها مكان ومنام تنام بي. حقيقة من إجيت أنا الصبح وشفتها وضعيتها يعني يرثى لها، يعني يعني حتى ما حيقدر يتقرب من عدها، تفهمني من كثر الشارع وكذا. فأني استأذنت من سيادة العميد ورحت للبيت، جهزتها ملابس ويعني كملتها مثل ما نقول كل شيء، يعني جبت لها وإجيت. استأذنت أيضا من سيد العميد ودخلتها للحمام، سبحتها وقصيت لها شعرها ويعني تعرف هاي الأشياء. إضافة إلى لقيت أني بأنه أكو على جسمها هواية كدمات بالمناطق بالظهر كذا. سألتها يعني رأسا سألتها بالحمام، شوفت لها وسألتها قلت لها هاي شنو، كانت تقول لي صغار وكبار يضربون. من بالشارع وبالبيت؟ بالشارع. وذكرت أيضا أنا قلت لها يعني أبوك أنت بالشارع، كانت تقول أبويا يضربني بهاي. فهميها أنت بالإشارات قليل الأفهم، ويساعدني ولد هنا همين وياي شوي يفهمني على الحركات. أي كانت هي خايفة وأبدا ما تحكي ولا كلمة. البارحة لا شوية أمنت، رجعت بالليل عليها، طلعنا من الدوام رجعت بالليل 9:30 عليها، جبت لها عشاء وظل بالي يمها، يعني بعدين هي رايحة يم سيادة العميد بالليل ظالة لحد الساعة بالوحدة. فإجيت عليها بقيت سمعت من عندها بأن هي أبوها كان يربط إيديها ورجلها، وعرفت همين بأنه أكو يمكن أستاذ علي بأن أكو فد حساب ناشريها وهي لهسه معني فيها. هذا اللي افتهمته اليوم. إضافة إلى طيب عرفت أنا ست هنا يعني أكو حساب ناشرها لهذا السبب إنه هم عذبوها. أي طيب هي شلون تطلع من البيت؟ تطلع تتسول؟ لو شلون تطلع من البيت؟ هي عدها لا ما تتسول، ذكرت إن هي البارحة بأنه أكو أحد قايلها أنت روحي تسوي اللي وجيبي لنا فلوس وهي ما قابلة، وأكو أحد لامو من أهلها. أي وأكو أحد معتدي عليها وهي مهزومة ما قابلة ورجليها بيها ضرب، تقول أنا زحفت وانهزمت. يعني البارحة بالليل أشرت لي بالقاع شلون هي كانت تزحف. طيب التعذيب كان عذبك؟ أبوها أي عنده عقال وعنده لحية شيبة أي يضربها. ليش؟ شنو السبب؟ ويسلسلها ورجليها هم يربط يضربها على ظهرها. الله. ظهرها بي صح خطوط. ما يتفاهم يمكن والدها يعني حسب ما افتهمت انه ما يتفاهم. ها وما يتفاهم ما يتفاهم هي راسا يضربها. وشان هي ما تريد ترجع لهم ما تريد. يزنجلش منها؟ اي قبل. اي قبل كان يزنجلش، لا شنو هسه جديد؟ هي انهزمت بعد وعافتهم. صار ايش قد من يسوي لون جسمها اسود. الله. الله. كانت نور تتعذب يومياً من قبل والدها، وكان يربطها بالسناسل أو الحبال أيام وليالي بدون أكل ولا شرب. هذا ما فهمناه من خلال الإشارة اللي وضحت أن دور الأب وكيف كان يعذبها.